Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, min qubaili ilqa'il qissah, ismahuli an uqaddima lakum nafsi. Ismi Siti Sunyatu Salihah min al-Madrasah Tsanawiyah Transcends. Fi hadhihi al-fursah sa'uhki lakum hikayatan qasiratan wa mumti'atan tahta al-unwan Qissatul Asad wal Khadimul Miskin. يهكى أن أخذ الخدام يتعرض لمعاملة سيئة من سيده. طبعا لا تستطيع أن تعمل مثل هذا. ولكن ذلك الخديم هرب إلى الغوب، وهناك التقى بأسد يتألم من شوكة كبيرة عالقة في قدمه. شكراً أيها الشاب. فتذهب الأسد في طريقه دون أن يؤذي العبد الصالح. بعد أيام قليلة ذهب سيد الخادم للصيد في الغابة واصطاد العديد من الحيوانات. وفي عودته لاحظ الملك خادمه فقبض عليه أدره وقرر معاقبته بشدة. طلب من جنوده أن يلقوه في عين الأسد. أين كنت؟ لأنك هربت مني سأعاقبك. أيها الجنود
عام الأسد. وكم أظهر الأسد وكم أظهر الملك ومن حوله عندما صعد الأسد إلى الخادم ورهق وجهه كأنه حيوان أليف. كان الأسد هو نفس الأسد الذي صعد الخادم في قبل أيام قليلة، وحينئذ نجا الخادم بمساعدة الأسد. المستفاد في هذه القصة، ساعد الآخرين لأنك لا تعرف أبدا متى تحتاج إليه، والأعمال الصالحة لا تذهب هباء. شكرا لمشاهدتكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.